أنا احتجت أشوف هالصورة، احتجت أشوفها جدا جدا جدا. إيه ذكريات وايد عندي. ذكريات شيء حلو طبعا، ذكريات بحلوها ولا مرها هي ذكرى. الدنيا يتم يكون ذكرياتنا عند العالم ويشوفونا، لما يشوفوني أنا جاي يركضون يجون قدامي أولاد وبنات. بخبرها لهالفرح إن كل شيء ممكن. التحديات مش عقبة، بالعكس تقويك أكثر إنك أنت تصير لقدام. عمري في حياتي ما حبيت أي شيء قد هالأصحاب الحمام. دخلوا بناتي في المؤسسة زايد من 2002، يعني أنا أودي البناتي بس أقعد أطالع هذول أقول يعني يكون يا ريت يكون أنا دوم يعني يكون عايش وياهم. يعني تمينا من 2011 لي 2017 أنا أدربهم طول النهار معاهم. عاد هالبطولة ل 2018 استوى في الإمارات، الكل فتح عيونه، وايد ناس قاموا يجيبون عيالهم يشاركون عيالهم ويشجعونهم. أتوجه ويا أولياء الأمور أقول لهم يعني أنتوا شجعوا بناتكم شجعوا أولادكم، فيهم ناس يقولون لا هذيل ما يقدرون لا هذيل يقدرون. حبوني وايد، اللي يقولون لي أمي ما يقولون اسمي كله أمي. هذه صورتي في 1990، أنا جتني عبر والله. يعني أنا في يوم كنت إنسان عادي، فجأة صرت من أصحاب الهمم، فالحياة ماشية. أنا يوم صار الحادث أنا كنت فرحان، يعني أنا رايح أمريكا أدرس وأفكر في أمور كثيرة، فوعيت في المستشفى، فسبحان الله الحياة تغيرت. الصورة هذه كانت بداياتي بعد الحادث تقريبا من سنتين. أنا ما توقعت إني أنا أكون إنسان أعطي المجتمع وأدرس وأكون إنسان طبيعي. حسيت إن دور أصحاب الهمم إنه يوصل لصديقة أو صاحبة من أصحاب الهمم اللي تعرض لمشكلة يكون قريب له. رجعت الإمارات كان دوري إني أنا إذا سمعت واحد صار له حادث أروح وأقدم له الدعم النفسي. أنا أقول له أنت من أصحاب الهمم تعتبر نفسك مميز. هذه الصورة في ماليزيا 2006 آسيا باسيفيك، أنا جاب فضية هنا كان أثناء التتويج. يعني تقريباً أغلب طفولتي كنت أحس أن التأتأة راح تكون عائق في طريقي. كانت نقطة التغيير بالنسبة لي يوم دخلت الجامعة، بديت أواجه التأتأة. كان عندنا مثلاً عرض ولا بريزنتيشن ولا شيء، وأقول أوكي السلام عليكم اسمي فرح القيسية و أنا عندي التأتأة، ولاحظ كل ما قلتها كل ما خف عندي الخوف. وعشان شي إحنا في ستاتر يوي ندعو الأشخاص المتأتئين إنهم يطلعوا على المسرح يشاركوا قصتهم. كان في طفل هو كان يتأتأ بس أصر إنه يطلع على المسرح ويشارك للجمهور. هذا الطفل اللي تكلمت عنه الصغيرون، راويهم كيف الثقة بالنفس، كيف الناس تقدر تسوي اللي تباه. الخص يوم نادوا اسمي مشيت رحت عند شيخ محمد، حسيت الدنيا كلها موجوده عندي. والله يعني ما اقدر اعبر، لكن لحظه تاريخيه واعطتني دفعه اني انا ابذل المزيد من العمل المجتمعي. هالصوره حافز لفرح ولكل شخص متأتئ إن مجهودنا ملموس، وإحنا إن شاء الله نكون قد الثقة إن ندعم المسيرة. والخمسين اللي بعدها إن شاء الله بنكون من الدول الكبيرة بالأشياء اللي نقدمها للإنسانية. هذا يرجع إلى استثمار الدولة في أبنائها. والحمد لله رب العالمين، نشوفين الشباب الله يحفظهم درسوا وليه وين وصلوا. أأمل أأمل إنها تكون فخورة.